بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا نهى مقلد من قناة نهى فوق. ان شاء الله النهاردة هنعمل الطحينة البيضة، هنعملها بطريقة اقتصادية جدا وسهلة جدا، وان شاء الله هتكون طعمها جميل جدا. ويلا كده نسمي الله ونبدأ نشوف هنعملها ازاي. هنا بقى يا حبايبي جبنا الحاجات كلها جنبنا، اهي جبنا السمسم، ادينا له تحميصه بسيطه كده على النار، حطيناه في الطاسه، ادينا له دوبك تحميصه، سخناه يا دوبك على النار كده. السمسم الابيض دول حوالي 2 كوباية ونص، ادينا له تحميصه بسيطه كده على النار، وجبناه نطحنه في الطحنه بتاعه الخلاط. هنطحن الكميه طبعا كلها، يعني علشان تريحي نفسك من حته المقادير وكده، كده كده هنسيبها لك ان شاء الله في صندوق الوصف، بس عشان تريحي نفسك في حته المقادير في الطحينه يعني هي لا اكتر من طريقه طبعا. دي اول طريقه انا عملتها، اللي هي الطريقه الاقتصاديه اللي خالص، اللي دايما تعملي في حسابك كده ان الزيت نص السمسم والدقيق نص الزيت. دي هتحطها قاعده كده، لو عايزه بقى تقيلها حط شويه دقيق كمان، لكن يعني مثلا لو انت هتعملي الكوبايتين سمسم هتحط عليهم كوباية زيت، هتحط عليهم نص كوباية دقيق، يبقى الزيت نص السمسم والدقيق نص الزيت. يعني لو عايزة تقلي تاني، لو عايزة تقلي الطحينة عن كده تحط لها معلقتين دقيق كمان. يبقى احنا كده بنطحن السمسم بتاعنا، بنعمه طبعا خالص. هنجيب الزيت، هنا هنحط كوبايتين زيت، يعني مش هما مش كوبايتين، حوالي 2 كوباية إلا ربع بالظبط، هنحطهم في الشاشة الخلاط بتاعنا، وهنديهم ضربة الأول قبل ما نحط عليهم أي حاجة. نديهم ضربة الأول كده، نفضل نضربهم لحد ما اللون بتاعهم يبيض، لون الزيت يبيض خالص. أنا بس بننزل السمسم من المطحنة بتاعتنا، نزل كل الكمية تحت السمسم، نحطها جنبنا كده. السمسم فضلت أضربه لحد ما بقى عامل زي العجين، يعني هي كأنه عجينة كده. هنا بنضرب الزيت من غير اي اضافات خالص، شايفينه بيض ازاي؟ هنضيف عليه بقى ايه؟ نضيف عليه السمسم اللي احنا طحنينه الاستحالة، هنحطه عليه ونروح ضاربينه برضه، نعمه كويس جدا قبل ما نضيف اي حاجة تانية عليه. لو بينا نضرب، حطينا هنا ذرة ملح، نضربه بقى تاني وننعمه، نفضل نضربه كده وننعمه علشان الطحينة تكون كويسة وما تفصلش مننا. تضربي كويس جدا وتنعى، حتى لو فصلت يعني من اللي انت بتشتريها من المحل من بره بتفصل، مفيهاش اي مشكله. يعني ان شاء الله المره الجايه هعملها لك بطريقه تانية، يعني في اكتر من طريقه ان شاء الله، كل فيديو كده نعملها بطريقه، بس انا قلت ابدا كده باقل اللي هي ايه، اقل تكلفه، يعني اللي هي الطريقه الاقتصاديه اللي على الاخر. يعني احنا حطينا الدقيق، يبقى احنا حطينا في شفشق الخلاط ايه، الزيت وضربناه الاول، وبعد كده حطينا عليه السمسم اللي احنا حمصناه وطحناه، وحطينا عليهم ذره ملح، ونزلنا بالدقيق، وهنا بنضربه كويس جدا لحد ما ننعمهم وكل الحاجات دي تبقى كانها خليط واحد، اندمجوا مع بعض كانهم خليط واحد، يعني كويس جدا، نعمه كويس جدا. خلاص كده احنا خلصنا الطحينة بتاعتنا ونعمناها وظبطناها. نجيب حاجة بقى نحطها فيها، نجيب برطمان هنا، لا ده هنا لسه فيه على بننزل الدقيق اللي هو على الجناب بتاعت الشفشق بتاعت الخلاط، يعني كنت لسه هنزله، شفت الدقيق من بره كده، ف ننزله ونديله ضربة كمان. هو خلاص نعمت خالص وبقى قوامها جميل. عايزة تقليها عن كده حط لها معلقتين دقيق، عايزه تسيبها زي كده مسكتها خلاص يبقى تمام. لا بس انا شايفه ان القوام بتاعها كده مناسب، شايفين ما شاء الله عليها جميله جدا. ده انا عاملاها بالسمسم الابيض، ان شاء الله المره الجايه نعمل بالسمسم الاحمر. خلاص كده خلصنا، ننزل نحطها بقى في البرطمان بتاعنا، احنا طبعا غاسلينه ومنشفينه ومعقمينه كل حاجه، يعني مظبطينه عشان حاجتنا ما تبص. نفضي بقى كل الكمية في البرطمان بتاعنا، ان شاء الله تكون الطحينة طريقة تعجبكم، ان شاء الله تكون سهلة عليكم وتكون برضو اقتصادية في نفس الوقت.
وما تنسونيش بقى باللايك والشير وتنوروني طبعا في قناتي. يلا بقى، عشان ايه؟ عايزه اوريكم القوام بتاعها. شايفين ما شاء الله عليها جميله ازاي. نجيب معلقه كده نشوفها، ايه رايكم بقى؟ هنجيب معلقه برضو نشوفها، مش بضحك عليكم يعني. استنى بس اتفرج عليها كده، وعلى بال اهي جبت معلقه. الحمد لله، ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله عليه جميله، تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.